نشوف حسام عاشور في المؤتمر الصحفي قال ايه ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حاجه طبعا فخر لينا النادي الاهلي طبعا ان احنا بنلعب نهائي. الناس كلها الحمد لله مركزه، الناس كلها عايزه البطوله. احنا من 2013 ما خدناش بطوله افريقيا، بقى لنا 5 سنين، فالناس كلها مركزه، الناس كلها على قلب راجل واحد اللي هي البطوله دي تبقى من حق النادي الاهلي. الحمد لله الناس كلها مركزه، بكره اول ماتش عندنا ماتشين اكيد زي ما مستر كارترون قال، في ماتشين يعني بكره مش ماتش الحسم، لسه احنا هنلعب ماتشين نأدي ان شاء الله بصوره كويسه ونظهر بصوره كويسه بكره، وان شاء الله الماتش الثاني اهم حاجه نفكر بس في ماتش بكره، واللي بعد كده نسيبه اللي بعد كده ان شاء الله. اوكي minute, can we just get an English translation to that if you don't mind? Just at the moment we're focusing on tomorrow's game, and this is that thing that's important. We don't have to worry about other games. We still have 2 games to play. Tomorrow is not the final match, and we need to do is concentrate on tomorrow's game, and then the rest we can decide and think about later. So we don't really have to worry about that. It's still a long way to go. Okay. If you can just speak a bit. حسام عاشور معانا اللاعبين الكبار في اداء مجهود باللاعبين يعني خفيف المنافع حالها يعني قويه ليست جيده كل شعب فيها في اعقاب التعادل امام الوسط والاداء الذي لم يكن مطفيا في وداء الجماهير قبل مواجهه الدور اللي قمت به اضافه ايضا الى اعطاء اللاعبين دفعه معنويه لانه حمل كبير على عاتق فريق الاهلي ان يلعب مباراه الذهاب على ارضه وان تكون هي مباراه حاسمه هذا ما يدف اذهان الجماهير. لا مفيش طبعا، زي ما قلت يا احمد احنا عندنا ماتشين مش ماتش واحد، هنأدي بكره ان شاء الله بصوره كويسه، الناس كلها مركزه، الناس كلها اشتغلنا الفتره اللي فاتت بصوره كويسه جدا. احنا كلاعيبه كبار اذا كان حسام عاشور ولا شريف اكرامي ولا وليد سليمان احمد فتحي، الناس دي كلها على قد المسؤوليه اللي هي توصل اللعيبه الصغيره مباراه نهائيه. اكيد اتكلمنا امبارح وهنتكلم النهارده على اهميه الماتش اللي احنا هنلعبه بكره، لازم كلنا نبقى فخورين ان احنا بنوصل للنهائي. احنا على طول مستر كارترون طبعا بيقول لنا احنا كان عندنا نقطه لما هو جه مسك، احنا كنا عندنا نقطه بس دلوقتي لازم نبقى فخورين ان احنا طلعنا اول مجموعه ولعبنا سيمي فاينل ودلوقتي احنا بنلعب الفاينل، فالناس كلها ان شاء الله مركزه اللي هي ان شاء الله البطوله تبقى لينا باذن الله. اوكي I will take the next question. I'll go this side and then I come back that side. Okay. Sorry? English. Sorry. My problem. We still have 2 games, as I told you before. I think everybody is focused, clearly focused. Captain Hussam Ashour and the rest of the technical staff know exactly what the final game means. And we are proud. We are playing the final game here tomorrow. And we were the first of our group. And we're also playing a final. And I think everybody's focused and we're proud of that. Okay, I'll take the next question. I'll go to the gentleman that side and I come back this side, okay? لا ما سمعتش الحته الاخرانيه معلش. هل مسكون جماهير الاهلي عنده كلمه ويدفع فريق الاهلي ولا مسكون عنده ضغط على اللاعبين؟ لا الحمد لله اللعيبه كلها لعيبه كبار ولعيبه لعبت قدام جمهور اكتر من ده بكتير، فما فيش ضغط. احنا لازم نفكر والكلام ده مع اللعيبه، لازم نفكر الجمهور اللي جاي ده لازم يدينا دافع. احنا بقالنا كتير ما لعبناش بجمهور، بس عارفين اهميه الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. الجمهور هو رقم واحد بالنسبه لنا وبيدينا دفع، فان شاء الله نحاول ان احنا نركز، وده طبعا ما ياثرش علينا. لعيبه النادي الاهلي
يعني في لعيبه كتيره منها لعبت نهائيات كتيره. لا بالعكس يعني انا شايف ان احنا الضغط هيبقى على فريق الترجي اكبر من الضغط علينا احنا. اكيد الجمهور هيجي عشان يسندنا ويساند فريق النادي الاهلي طبعا. شكرا. Okay,